أينما كنتم نحييكم في برنامجكم صدى الملاعب. نبقى وأجواء كلاسيكو الأهلي والهلال ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ونتابع ردود الفعل من قلب الحدث مع مراسلنا علي شرايا من جدة. نتابع. خلينا نتكلم عن مباراة اليوم، كيف شفت فريقك اليوم؟ اليوم تعادل بعد انتصارين أمام الهلال، كيف شفت المباراة اليوم؟ الحمد لله المستوى كان جيد، ما كان ممتاز، كان جيد جدا. المستوى كان جيد جدا، احنا راضين عنه في بحكم المستوى اللي ما كان يعني ما كنا راضين عنه بداية المسابقة. احنا في تصاعد، كسبنا مباراتين وخسرنا يمكن يعني عدد مباريات ما بين خسارة او تعادل. اليوم احنا في مستوى تصاعدي، اليوم انا متعادل مع الهلال اللي هو ينافس على البطولة، ينافس على آسيا، ونتمنى له اليوم ونقولها اليوم، نتمنى النادي الهلال الممثل الوحيد للمملكة في كأس آسيا انه احنا نبارك له مستقبلا ببطولة آسيا بإذن الله. قدمنا مباراة جيدة وكنا نستحق الفوز، وسوف نحاول تقديم مستويات ونتائج أفضل في المباريات القادمة. شكرا لجمهور الأهلي على دعمهم الكبير لنا. التحكيم اليوم كان في أخطاء، كان في أكثر من خطأ، خطأ أساسي في ركلة الجزاء الكابتن السومة وفيها كرت أحمر، الحكم ما تعاطى معها بشكل احترافي جيد. مع احترامي لشخص الحكم محمد الهويش، احنا ما نتكلم عن أشخاص، الكل مقدر وعلى عيننا وراء، لكن أداء الحكم اليوم وبعد ما رجع لتقنية الفي آر وشاف أنه ما فيها شيء، صراحة أنا شفتها في الشاشة في الكابينة فوق، أنا مقتنع وكل اللي حوالين أنها خطأ يستوجب ركلة جزاء وطرد. الحكم شاف شيء ثاني، في أخطاء ثانية ما هي مصيرية لها تأثير في المباراة، بس هذا الخطأ غير مقبول. الحكم محمد الهويش في مباراة الاتحاد كان في كثير من التحفظ والأخطاء اللي تجاوزنا عنها، وقلنا ندعم الحكم السعودي، وما زلت أقولها أنا وجميع منسوبي النادي الأهلي، إحنا في دعم تام للحكم السعودي، لكن لا تجي على حساب نتائجنا. تعقيبك على حديث الأستاذ ماجد النفيعي. والله متابعة المباراة يعني أشوف أن يعني الحكم حسبها ضربة ركلة جزاء من أول شيء حسبها، لكن لما نادوا عليه في تقنية الفار أنا قلت، أنا في نفسي قلت أنه بيحسبها أيضا بركلة جزاء، بس تفاجأت أنه والله لغاها يعني. بس ما أدري عاد شو حجة الحكم أو شيء، أو شو قالوا له في الفار أن هالكرة متعمدة مش متعمدة، أحيانا تقديرية، لكن الحكم تقديره أول شيء أن هي ركلة الجزاء لا غبار عليه، لأن كل اللي شافه من أول شيء حد على البطيء قال لنا ركلة الجزاء والحكم مصيب في هذا. لكن بعدين شو اللي حصل، النقاش اللي حصل بينهم بين طيب الفار.